اول مدرسه مشرفونا في الاستوديو من باب اللوق محافظه القاهره، نرحب كلنا بالمدرسه الالمانيه للراهبات. المدرسة الألمانية للراهبات بباب اللوق. تأسست المدرسة عام 1904، تعد من أشهر المدارس الدولية الألمانية في مصر وخارج ألمانيا، وهي من المدارس القليلة التي تمنح خريجاتها شهادة الثانوية الألمانية الأبيتور. بعد أن كانت المدرسة مشتركة منذ التأسيس، أصبحت مدرسة للبنات فقط عام 1946. تضم المدرسة جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الثانوية. هيمثل المدرسة الألمانية للراهبات في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم أمينة محمد. أنا وزمالي استعدينا الماتش النهاردة بأننا اتجمعنا وعملنا ريسيرش كتير، وكل حد تخصص في مجال مختلف، وإن شاء الله نتأهل الدور 16 ونحقق سكور كويس. ربع هشام. النهاردة هدى هي اللي هتنزل في فقرة تحت الضغط، عشان هي أكتر واحدة فينا عندها ثبات انفعالي، وهي أكتر واحدة فينا جمعت معلومات من المجالات المختلفة. هدى علاء. احنا في الأول ما كناش مقررين ان احنا ندخل برنامج العباقرة، بس لما شفنا البوست على انستجرام التقديم فتح، اتحمسنا قوي ان احنا نشارك في المسابقة، وكوننا الفرقة ورحنا التصفيات واتقابلنا، وان شاء الله نكسب النهاردة ونشرف المدرسة. مريم محمد. برنامج العباقرة برنامج مهم جدا، دخل كل بيت والأسرة كلها بتتفرج عليه، هو بيساعد الطلبة ان هم يعملوا بحث في مجالات كثيرة وبيوسع مداركهم. الألمانية للراهبات دي اس بي. الحمد لله على السلامة. احساسك ايه امينة؟ متوترة سنة يعني، بس يعني متحمسة يعني كده. مبسوط ان انتوا اخيرا اشتركتوا، اديو ولاد العم سبقوكم صح؟ جيتوا انتوا متأخر شوية. أمينة قوليلي، عايز تبقي محامية صح؟ مش معنى محامية؟ حسن المجال عجبني، وبالذات مجال الحقوق، يعني حسن هو مجال كويس. في أي مجال؟ حقوق الإنسان. حقوق الإنسان جميل جدا. أخبار البيانو إيه؟ كويس. لسه بتعزفي البيانو؟ بس بتحبي تعزفي المين؟ مش لحد معين يعني، هي حاجات كتيرة بس. Your favorite. بخ. ياه، ما بتهزريش يعني. طب اخبار الطبخ ايه؟ بتعرفي تطبخي بجد ولا لا؟ مش قوي يعني، بس هي هوايه بحبها يعني. طيب ايه احسن حاجه بتعرفي تعمليها؟ مكرونه بالجمبري. بجد؟ دقتي منها مكرونه بالجمبري يا ربا ولا لا؟ لا صح. طب بصي بقى، ادينا دبسناه، بتعمل مكرونه بالجمبري حلو، اعملي له مكرونه بالجمبري. ربا بايو كيمستري. اشمعنى بايو كيمستري؟ عشان حسن هو ممكن يساعد الواحد يفهم عن التغذية أكتر، بس من مجال علمي أكتر من العادي. جميل جدا. الفكرة جات لك إزاي؟ أنا كان بقالي كذا سنة دايما مفكر أن أنا عايز أساعد الناس من ناحية التغذية والرياضة، فقلت أفكر أن أنا أخد التغذية يعني بطريقة جدية أكتر، وأن أنا أدرس فعليا ناخدها بطريقة بروفيشنال أكتر، فعشان كده فكرت في البايوكيمستري. طيب أنت مهتمة كمان بالشق الفني، تلعبي على البيانو، تحبي تعزفي لمين؟ لبيتهوفن. بيتهوفن كمان؟ ايه ده الكلام الكبير ده؟ طب واخبار الشعر ايه؟ بتكتبي شعر فعلا؟ من امتى؟ من وانا 12 سنه. برافو عليكي. هدى ومريم برحب بيكم، وهنتكلم مع بعض وسط الحلقه. كلنا نحيي مدرسه دي اس بي.